الحاجة هادشي اللي سمعت عليك كثير تاش كاين؟ سمعتي اش كاين هو؟ هي كاينة قرية. ما هي؟ كاينة 36 مريم 60 حليمة 12 بعتول وزنين ذات هويجة والماما قيك ملهبول عيرتيني وما حشمتي قلتي لي يا خديم عمي قدور شتلك وصاب التكية والسعل ديغة حمارة القدور هاي هاي زازيريين اييه باهي حيد الشادي ودير واحد الدوار وما تسحبوكش اخويا تقول الكلام هذا الله الله يا امي حنا ولدك من الهبره قيلي عقل صغر واش عارف يا الفقيره كل شي دوزتيه ديري السكر في لسانك يا الغزاله كبي منه كاس وبلا فخر راه طالع والتنعنع صوبالو القياس طلعت الغدا نفوج زين تعوينتي وبالي البحر داليا البنات كي عمر تغزالي واحد المنظرة قول يا بال مالك الحاج الرب الله مالك ولكن اللي ضحكني ضحكني باللي كان يذبح الموس حادي والموس وبري هربي وبري شرعي تريد هربي هربي شرعي جدي هربي جاي من الجامع وجاي جدي هربي أبوي شدي قاعد على واو واو دعي أبو شاد قاعد ربولي ولي وصوك علي يا نار نعيش لك اول مره تقول لي ورد 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 انا بين خدرا مخلع قال لي بارك هذا الباب وقال لي تمدد حدا اجدي مرحبا عليكم السلام ورا اجدي عليكم السلام الهرم يا الهرم ما انك من سوق في سعير ويجي تخربيه وي صحر ايوا ومني كبرنا شويه عندنا كان كنا كنهضروا ديك الايام من عرس العرس ولا ايام والله ديك الايام من عرس العرس كتجيك احلى ولك الصغير والله الا كتجيك احلى اش كاين شي ساعه ونص ديك الايام ودي ابو دابا عندنا نسهروا ليله كنمرق كنمرق كنا هنا عايشين في كادير كتقتل الصباح هذا آه. وكيعجبك ثقافة اييه والله تمحى الموال كيصور كنا كنخدموا في المرصد